قعدنا 5 ايام ني ماكله ني شرب ني ما ني والو، شفنا الموت. الناس معانا بدات تطلع في الروح، عقبنا ايامات صفران صح نشربوا في الماء طلب حر، الناس تشرب في الفضلات تاعها في الماء. هي قصة لحراق طمح في بلوغ الضفة الأخرى طلبا للحياة، فوجد نفسه رفقة 15 من رفاقه على مشارف الموت. 5 ايام بلياليها تعطل فيها زورق حلم بلوغ إيطاليا، فتعطلت كل الأفكار عندما نفذ الزاد من طعام وماء، ونفذ معها صبر الشباب. الناس مدي ماريا قال لك ديكلارا بوطو مليح في البحر 6 ايام. كنت صاهر انا واحد كوزنتي في البحر، شفني الفلايك خارجين، لقينا الفلوك هادي، نعرف واحد ولا زوز منهم، ركبت معاهم. انا ما مديت اموال ما مديت حتى شي، بصح الجماعه اللي معنا كل واحد حط 15 مليون. كاين جماعه من الجي ومن البرج ومن جيجل ومن قسنطينه، كي مارينا بلا ما كيزيدنا مشينا واحد 3 سوايع، لقينا فلوكه واحد اخرى في نص الماء ما نعرفوهمش. قلنا لهم احنا ما عندناش جي بي اس، سيدي معنا ما جابش الجي بي اس، وما عندناش الماء وما عندناش الماكله وما عندناش لي بوجي تاع الموتور اللي لازم يتبدلوا، يسخن الموتور لازم يتبدلوا. كان الرفاق ينظرون الى بعضهم البعض بما يشبه نظرات الوداع، شربوا من ماء البحر ومن مزيل الروائح ايضا، انه التشبث بالحياه. الناس تعترف في سما تهدر بينها وبين روحها على الموت، صاي جات الموت وعطشنا بزاف، نشربوا في المطل البحر، عندنا قرعه ديودورون قصيناها نهزوا نشربوا في المطل البحر، واحد يشرب في الفضلات تاعو وفي البول تاعو وحشاكم. كل محاولات الاتصال بالاهل في عباب البحر كانت فاشله، الى ان فلتت رنه من قلب الظلام واعادت الامل للضائعين الذين شعروا بعودتهم للحياه. مد لي انا البورتابل، عيطت للوالد تاعي، حكمته قلت له باختصار شديد، قلت له انا في نص البحر بين قادة ولتون، سمعت الكوبتر تحوس علينا وكوبيات. والدة محمد راحت تعد الايام والليالي بين الصلاة والدعاء منذ ان ابتلع الظلام والضباب ابنها، ولم يهدأ لها بال حتى عادت طائرة الهليكوبتر التابعة لحرس السواحل محملة بابنها ورفاقه. كي جاتنا الاورانج هذيك من الخلعه ياسر، الناس ما به تطلع فيها سطت في البحر. 5 ايام وحنايا نفركتوا على ولادنا ليل ونهار، وحنا لبرا لا نوم لا رقاد لا ماكله لا شرب، وحنا نفركتوا عليهم ما بين ما سمعنا عليهم لا ميتين ولا حيين. الحمد لله دركا كي راجعوا ولقينا ولادنا، الحمد لله والحمد لله. محمد بحث عن الحياه عبر زورق الموت، فعاش بينهما لمدة 5 ايام، وها قد عاد لأمه بعد أن أذاقها كل أنواع العذاب، فهل من معتبر؟